اهلا بيكم مره تانية معايا. وفي الفاصل طلعت ابو فروه وقشرته وحطيته في عصير العنب، وهحط عليه بس نقطه خل كده عشان ايه يتبل كده شويه ويطرى شويه. ومش عايزه اقول لكم يعني ان هو حاجه طبعا حاجه شيك كده لما تطبخي بيها. والبلح هبتدي بس اطلعه علشان يهدى ويبقى بارد لما ايه لما نيجي بعد كده نقدمه كحل. هو خلص وهقولت ان انا اقدمه لكم في طريقه بطريقه حلوه. اهو البلح شكله يجنن، يهدى كده بس شويه، وهحط هحطه في الطاسه دي حاجه شيك طبعا. وهبتدي ان انا احط بعد كده اللحمه عشان تتبل في المستردة. ادي اهو كده، ده مش لازم ينشف قوي. وطبعا اللي هياكله كده بايديه شكله جميل وظريف وهيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. ادي اهو الطريقه دي سخنه، فانا بقول لك ان هو هنبقى هنحطها تبقى ساقعه بعد كده عشان طبعا الجبنه اللي جواها هتبقى واخده الحراره بالبلح واخد الحراره، فطبعا هتتاكل سخنه دي صعب صعب، قنبله قنبله. فهي ايه نحطها كده تبرد، وبشياكه ان هي كانت حاجه سخنه برده نحطها في اي حاجه كده انت عندك للتقديم، او تحطيها في طبق عادي. وهو الصوص كده بتاعها خلص سخنه وكده كده، يبقى كده طاسة البلح بتاعتنا خلصت. خليها ديت بعدين وهحطه عشان يهدى وبعد كده اقدمه بارد. خلاص دي مش محتاجاها، خليها برضو على جنب. وابتدي اعمل تتبيلة اللحمة، هتبلها بالمستردة، احط اي نوع مستردة هحطه. دي جديدة بس عشان ايه افتحها كده. حطيت المستردة وزيت زيتون ودبس بلح. المقادير طبعا عندكم هتشوفوها موجودة على الويب سايت، وهتلاقوا كل الحاجات اللي انتوا محتاج الوصفات و اسم الاكلات بتاعه كل الناس اللي بتشتغل على قناه ست البيت. وطبعا ما تنسوش تشوفوا الوصفات بتاعه وصفه امل كده. اهو هنحط بقى شويه ملح وفلفل اسود. ادي فلفل اسود، انا عايزه فلفل اسود مطحون بس كده، رشة فلفل اسود عشان اللحمة. وادي الملح، اهو كده الملح. وهبتدي اعمل اتبل ريشة ريشة كده فيها كده بالمنظر ده. ادي اهي الريش طبعا جميلة بالدبس البلح موجود ومتوفر. و هحط بعد كده معاه كده ابو فرو بعد ما انا نقعته في العصير العنب الاحمر بتاعي كده. واحدة تانية كده كده بنتبلهم سهلة قوي بالمستردة كده. اطلع بقى ايه شويه سمسح ايدي دي سخنه مولعه سخنه مولعه، خليها بس كده دلوقتي. واحط عليها زيت زيتون
القعر بتاعها بس كده زيت زيتون، وهبتدي احط عليها اللحمه بتاعتنا كده، وانا شايلها بشويش كده واروح ايه مدخلاها كده، مش حطرتش. كده بالطريقه دي ابتدي اعمل الثانيه كمان شويه كده بشويه. دي ريش بتلو، ممكن ريش ضاني، كندوز يعني برضو اوكي، بس انا هتاخد وقت على الطاسة هتاخد وقت، بس يا بتلو يا ضاني. وطبعا فكرة حلوة جدا مع ابو فروة ان هي تبقى حاجة لمسة كده برضو شياكة في عزومة في مناسبة، يعني حاجة كده برضو ايه تغيير، عندك وقت زهقانة من كل حاجة تعمليها بيها، ممكن تعملي بالطريقه دي. ادي الريش بتاعتنا اهي، والصينيه طبعا دي مساعداني جدا ان هي تبقى شبه اللي هي يعني هي معموله للتشويح، يعني هي كده تتشوح عليها خضار اكنها على الفحم اكنها على الشوايه. وادي اخر واحده هتاخدها اهي، تبقى كده احنا خلصنا اللحمه بتاعتنا، وهنبتدي ايه نقلبها حبة حبة، ونزود عليها المرقة علشان طبعا تستوي كويس. ادي اهي كلهم هنا كده دخلوا، هشيل بقى الحاجات دي كلها وهغسل ايدي. كده هنقعد نقلب فيها علشان ايه تاخد كل واحدة على الجنب بتاعها بالطريقة دي. ريحتها تجنن، المستردة مع دبس الرمان الاتنين مع بعض، يعني نكهات كده جوا بعض، بس كله ماشي مع بعض، كل متجانس مع بعض، مفيش حاجة ايه لوحديها. وانتوا شفتوا ولا حطيت بصل ولا حطيت ثوم، هي مستردة وحطيت الدبس البلح، عايز تحطي دبس رمان ماشي مش مشكله برضو، بس انا قلنا برضو بلح وبناكل بلح النهارده بالجبنه، يعني حاجات تمشي بقى مع بعض كده، نحاول نوفقهم مع بعض زي ما بتلبسي كده الحاجات حلوه مع بعض، ها برضو هتاكلي حاجات حلوه مع بعض كده بالطريقه دي. ادي اهية الريش، حاول احطهم كده وكل واحدة تاخد مكانها حلوة، تاخد براحة عشان تستوي كويس اهي. بس هحط بعد كده معاها عشان يستوي برضو كويس، احنا شوينا ابو فرو خلاص شويناه وطلعنا من القشر، وبعدين وحطيناه في العصير العنب بنقطه خل واحده بس، وبعد كده هنرميه عليه وهنبتدي نحط لها المرقه بتاعتنا علشان بعد كده نغطيها شويه. اهو ده المارون جلاسيه ولا الابو فروه، المارون بس مش الجلاسيه، احنا بنعرفه بالمارون جلاسيه بس هو مارون بس، وبيبقى طبعا في الشتاء وبيتحمص، وليه طريقه تانية برضه، ليه طريقه معينه يتشوي بيها في طاسه او يتشوي ويتاكل كده، طعمه حلو
ولما هو هيتعمل معاها هيبقى عامل زي الزبده كده معاها وكريمه، وهيبقى طعمه حلو. ادي اهو عملناه شكله حلو في الصينيه، ممكن تقدميه بالصينيه كده. وادي اهو اهو ليه ابو فروه عشان تبقى القشره بتاعته هي ليها فروه كده، مغذي جدا طبعا اهو. وهبتدي احط برضو حبه من العنب عليه. كده اهو بالطريقه دي بس كفايه كده، عشان هحط له المرقه بتاعت اللحمه. بالطريقة دي كده يبقى الأكلة بتاعتنا خلصت اهو. أبو فروة محطوط على اللحمة، وحطينا عليها العنب، وحطينا عليها مرقة، هنغطي عليها ونرجع لكم ونوريلكم الأكلة بتاعتنا الحلوة لما تخلص. اهلا بيكم معانا تاني عشان اوريكم الاكلتين الحلوين اللي عملناهم النهارده. الريش البتلو بابو فروه اهو شايفينه بقى طري خالص، والبلح بالتركي والكريمه اللباني جوه واللبنه، وحطيناه في الفرن وطلعناه علشان احنا نقدمه بالشكل ده. ارجو ان هم يكونوا عجبوكم، وبالف هنا واشوفكم على خير. Thank you.